مرحبا. اليوم بدنا نعمل تمرينات على الكرسي للناس اللي مش قادرين يوقفوا او اي يعملوا اي شيء. تمرينات الكرسي كتير مريحة وكتير منيحة وبتفيد. اهم شيء نحافظ على وضعيتنا الجالسة، الظهر الجالس، نبلش نحرك ظهرنا وخصرنا بهالطريقة هاي. التمرين الثاني هو قاعد جالس ظهر جالس عم بعلي كتفي. اهم شيء يتحرك خصري انا عم بعلي كتفي. اما التمرين الثالث هو منعلي ايدنا لحتى منشد شدة وحده لحتى نشوف كل خصرنا عم يتحرك وبالوقت ذاته ظهرنا عم يتحرك. ثاني نفس الشيء، بشد بعد لثمانية بغير الاتجاه. كمان في حرك خصري قرب لقدام مع ظهري ولورا، كمان لقدام لورا، هيك بكون عم حرر ظهري. حافظ على الظهر الجالس انا وقاعد. هول التمارين كثير مهمين لظهرنا، اذا نضلنا نعملهم على مده اسبوع او اسبوعين رح تحسوا انه صار ظهرنا ما في اوجاع، كثير لين مع خصر كثير ممشو. يعطيكم العافيه. بعد الفاصل، ما هو اهم استثمار ممكن ان يقوما به الشريكين؟